خالد شقير مراسلنا من مرسيليا ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة. خالد، ما طبيعة المقترحات أو التصورات التي توضع فرنسيا من جانب الرئيس ماكرون ومن جانب باقي التكتلات لإيجاد حل لهذا المأزق؟ نعم أحمد، بعد التحية رسالة أو خطاب إعادة رسم المسار، هكذا عنونت الصحف الفرنسية بعد أن اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو في طريقه إلى واشنطن أن يقدم أو يرسل رسالة إلى الفرنسيين عن طريق الصحف أو وسائل الإعلام المحلية. وجاء في هذه الرسالة رسالتين، الرسالة الأولى هي للشعب الفرنسي بأنه حامي الدولة وأنه سيقف مع الدولة في هذه الظروف الصعبة وأنه ليس هناك فائزا في هذه الانتخابات التشريعية التي شهدتها فرنسا وأنه سيعمل من أجل إيجاد تحالف لهذه القوى السياسية في محاولة لعمل ما أسمه جبهة وطنية بدون حزب التجمع الوطني وحزب فرنسا الأبية. جاءت ردود الأفعال كثيرا صادمة من قبل قوى التحالف الجديد، التحالف اليساري الشعبي الجديد، وبصفة خاصة أوليفييه فور الذي اتهم الرئيس الفرنسي بأنه يحاول زعزعة أو تفكيك الجبهة الشعبية وهذا لن يحدث وهو رئيس حزب الاشتراكي. وجاءت أيضا ردود أفعال حزب فرنسا الأبية وجون لوك ميلانشون الذي أكد للفرنسيين أن الرئيس الفرنسي نفسه كتلته حصلت على 173 صوت في الانتخابات في 2022 ومع ذلك قام بتعيين رئيس للوزراء. وفي هذا التوقيت فرنسا الأبية والأحزاب الاشتراكية حصلت على 182 عضو داخل البرلمان وهذا ما أسماه الرئيس الفرنسي على حد قوله يعني مهاجما الرئيس الفرنسي ليست أغلبية وأنه يقوم بسرقة حلم الفرنسيين في التغيير. ولهذا من المرجح في ظل هذه الأوقات أحمد ما يسمى انسداد سياسي وأفقي لو لم تتمكن القوى الشعبية من ناحية والقوى الوسطية واليمينية من الائتلاف حتى لا تقع فرنسا يعني فريسة لهذا الانقسام. نعم. المجتمعي طارة والانقسام الحزبي طارة أخرى. خالد شقير مراسلنا على الهواء مباشرة من مدينة مرسيليا، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا على الهواء مباشرة من هنا.